ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جداً جدا جدا جدا. ورجعنا لكم بتحدي جديد، تحدي الفشار بدون يد، والخسران طبعا ليه عقاب، والكسبان ليه 200 جنيه. ويا رب اكسب عشان توتا هي اللي كسبت المره اللي فاتت. طبعا يا رب انا اللي هكسب طبعا، يعني زي ما حطيت في ميك اب، اللي ما راحش شاف الفيديو يروح يشوفه. اللي ما راحش شاف الفيديو ما شافش الفيديو يروح يشوف التحكم اللي انا اتحكمت بجد. طيب بدون يد ازاي بقى التحدي النهارده يا جماعه؟ بدون يد هناكل. ماشي، زي ما قلنا الكسبان 200 جنيه والخسران له عقاب في اخر الفيديو. يا جماعه احمد زعلان عشان كان عايز يدخل التحدي، فانا حطيت له شويه صغيرين اهو. هو يعني داخل التحدي هن يلا نقول 1 2 3. 1 2 3 ابدا. بس كمان حاطه لهم قد بعض بالظبط، يعني الكميتين قد بعض. نشوف احمد عامل ازاي. عاملين زي القطط، زي القطط. لا يا حبيبتي تحط ايدك. ماشي ماشي اوكي. اهم حاجه ما تحط ما تلمس. قربت تخلصي ايه ده؟ انت قدامك نعم مسابقة جنة. مسابقة جنة؟ طب يلا. انتوا اصلا ما سمعتوش، ما قلتوش بسم الله. واسبيني قولي بسم الله بقى. ما قلتوش بسم الله عشان الشيطان ياكل معاك ولا؟ ما تخميش يا جنة وعي ايدك، انا شايفة ايدك نزليها من على. ايه انت خلص قربت ايه؟ فاضل لك كتير. لا بص يلا يلا لازم يكون عندك. بصي الكمية عندي وتروحي عند جنة. ايدك ورا
وانت يا جنى بعد اذنك خلي ايدك ورا. هو التحدي اصلا كان كده من الاول. لا ورا ظهرك صح بقى، محدش يحط ايده على الترابيزه. ايدك المفروض تكون ورا ظهرك وتاكلي. ايوه كده، وما تستخدميش ايدك خالص ولا تسندي. على فكره انت قربت تخلص. يلا يلا احسن، شاطره يا بنتي يا توفي. تحدي احلى تحدي ده، تحدي صعب. شوفي قربت تخلص يا جماعه، بس كنت فاضل لها قد ايه؟ وجنى برضه فاضل لها، لا فاضل لي، مش عايزه حبيبتك. شاطره يا توتا، شاطره يا جنى، برافو عليك. يلا جدعاني بسرعه. انت هيك ايه ده ايه ده ايه ده فين؟ شوفي التانية ايه الحيل اللي انتوا بتعملوها دي؟ بصي دنا كمان هيقع فوق. اعملي لي بسنان. ايوه دنا بتدخل ايديك بقها، اوعي ايدك لورا بعد اذنك. دنا ايدك ورا، دنا ايوه ايدك ورا كده. والمفروض التحدي من الاول كان كده، يعني ايدك تبقى ورا ظهرك. انتوا مدخلينش. انا مش شايفه اصلا حاجه، مش شايفه هما بياكلوا، انا شايفه وش في قلب الطبق. مش عارفه ايه ده، انت قربت تخلص. يلا 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 ها يلا الأخبار يا جن؟ الأخبار الأخبار يلا سيبها سيبها يلا 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 ما تسنديش، سيبي ايدك. خلاص يا جماعة توتا خلصت. لا استنى بقى عشان خلصت. خلاص شاطرة يا بنتي. ايه ايه يا حبيبتي؟ خلاص توتا هي الفايزة. خدي يا توتا دلوقتي يا جماعة. أنا كسبت، فكرت في عقاب وهعمل. أنت جايبة لها إيه؟ أنت هتعملي فيها إيه بالظبط؟ إيه العقاب؟ إيه العقاب بالظبط؟ طب ما تشوف منها، أنت شايفة منها؟ طب البطالة حلو. ايه يا احمد مالك؟ مالك اشرب مي بس. طب انت شايفه؟ لا قولي الحقيقه، انت شايفه؟ ارفعي وشك، ارفعي وشك فوق كده. خلاص ماشي. انت هتعملي لها ايه؟ هتعملي لها ايه يا توت؟ هتشوفي دلوقتي. طب ماشي روح. تومانتي عشرة. اتوقع ان هي تكون ايه؟ مش عارفه. يعني حاجه تاكليها؟ مش عارفه. يلا واحد هاتي. هو ده العقاب. انت كنت عارفه؟ بص يا سي احمد، بص يا بس. انت بتكمل عليها العقاب ولا ايه؟ هو ضربة احنا من العقاب. عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. انتظروا منها تحديات كتير. باي.